يبدو بأن هنالك مع بداية عودة النقاش حول بالماضي أن هنالك بداية تصنيف مع وضد، مع أنه كان يجب أن ينسحب وضد أنه يجب أن ينسحب ويجب أن يبقى دعما للاستقرار. أنت مع من محمد؟ شوف، في مواضيع مثل هذه قادة ليست ربما تصويت مع أو ضد. أوكي. هناك يجب أن تكون يجب أن يكون توصيف للوضع بداية، ثم بعد ذلك الحديث عن الحصيلة، ثم بعد ذلك توزيع المسؤوليات، ثم تحمل المسؤولية. عندما نتحدث عن حصيلة جمال بالماضي مع المنتخب الوطني الجزائري، كلنا رفعنا له القبعة وأشدنا بما قدمه وبما جلبه لنا أولا من لقب، ثم بعد ذلك من فرحة للجمهور الجزائري اشتاق لها كثيرا، وكنا جميعا نقف خلفه وننادي باسمه وندعو الجميع لأن يكون معه. بعد ذلك حدثت أشياء كثيرة، ثم جاءت النتائج المخيبة. عندما تكون النتائج الجيدة موجودة نشيد بقدرات الرجل وأيضا بمجهوداته، عندما تكون النتائج مخيبة وتكون النتائج ليس على قدر ما نملكه من إمكانيات فردية لدى هذا المنتخب، يجب أن نحمل شخص ما المسؤولية. فرحنا به عندما فاز وأشدنا به، اليوم نحمله أيضا مسؤولية ذلك الإخفاق. ثم بعد ذلك تأتي القرارات. القرارات ليست لا من اختصاصي ولا من اختصاص من يقفون ضد أو مع جمال بالماضي، هذه اختصاصات هيئة كروية. الهيئة الكروية في الجزائر غائبة تماما، لا تتحكم لا في المدرب ولا في محيط المدرب ولا في قرارات المدرب، وهذه هي الكارثة الكبرى. من المفروض أنه بعد إخفاق كأس أمم أفريقيا هناك حصيلة تمنح للاتحاد، والاتحاد يقيم النتيجة ثم بعد ذلك يتخذ القرار. كان هناك الإقصاء المر، يجب أن يكون هناك تقييم وتحميل مسؤولية من كان وراء هذا الإقصاء المر الذي يحرمنا اليوم. وأنا أتحدث وقلبي يتقطع قادة وأنا هنا في الدوحة عن غياب المنتخب الجزائري. تحميل مسؤولية من؟ من يتحمل المسؤولية يدفع الثمن، سواء كان بالإقصاء، سواء كان بربما إعادة النظر ولفت النظر وإعادة الاستراتيجية وتقديم برنامج جديد. أما أنك تقول أنا مع أو ضد، فأعتقد بأن هذا الأمر ليس للتصويت.